طيب معي العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني. سيادة العقيد، يعني وأنت يعني اشتغلت يعني في أعتقد في تأمين المطارات سنوات طويلة، بصراحة هل ممكن يكون في خلل في مطار شرم الشيخ؟ لا يمكن استبعاد هذه الفرضية يا أستاذة لميس، واللجنة لجنة التحقيق المصرية وأعضاء اللجنة الخارجيين من الدول المختلفة، إن كانت روسيا أو الطاقم اللي مصر استعانت بيه، ألمانيا، فرنسا، أيرلندا، جميع هؤلاء الخبراء لا يستبعدوا على الإطلاق أي من السيناريوهات، وهذا جاء على لسان رئيس اللجنة اليوم وأثار احترامي الحقيقة، وهو يتحدث عن أن اللجنة تتعامل بشفافية مطلقة ولا تترك سيناريو واحد يمكن استبعاده إلا بعد أن تقوم بفحصه فحصا كاملا ومقارنته مع الأدلة، حتى يمكن الجزم أو القول قولا واحدا بأن هذه الفرضية مستبعدة. وهذا الأمر لم يعني إذا ثبت أن هذه الفرضية قد تمت، لا يوجد نظام أمني على مستوى العالم لا يمكن اختراقه. هذا الأمر تكرر في أكثر من مشهد، عندنا حادث لوكيربي على سبيل المثال، كانت الطائرة قد أقلعت من مطار هيثرو وتم اختراق إجراءات الأمن في المطار، عندنا 4 مطارات أمريكية تم اختراقها في وقت واحد في أحداث 11 من سبتمبر. فالمسألة لابد أن تخضع إلى تحقيقات وإلى تدقيق وإلى جمع معلومات حتى يمكن الجزم بمثل هذه الأمور. إذن تمام، وبتحرك بتقولي إن هو يعني أعتى الأجهزة وأدق الأجهزة يمكن اختراقها، وده حصل في 9/11 مثلا في المطارات الأمريكية اللي تم اختراقها، الطائرات طلعت من المطارات الأمريكية نفسها يعني. لكن واستهدفت أكثر النقاط على مستوى العالم تأمينا كما يتم طرحه، وهو على سبيل المثال مبنى البنتاغون، طبعا هي نقطة توصف بأنها الأكثر تأمينا على مستوى العالم، تم اختراق هذا التأمين عن طريق هذا السيناريو المبتكر والجديد الذي لم يكن مطروحا في أذهان أجهزة الأمن الأمريكية في هذا التوقيت، وأن تقوم مجموعة إرهابية بخطف طائرة واستخدامها كصاروخ موجه لإصابة هذا المبنى، وتم إصابته بالفعل كما شاهدنا على طبعا. الهواء مباشرة. احنا بقى ايه دورنا دلوقتي لإعادة الثقة مرة أخرى في المنظومة الأمنية، ولو عندنا أخطاء ولو عندنا ثغرات ازاي نقدر نقفلها؟ نتعامل مع الأمر بقدر كبير جدا من الشفافية وقدر كبير من الثقة بالنفس، بأن الأمر لا يحتاج لا إلى جلد الذات ولا يحتاج إلى البكاء أو العويل صح حول صح أننا كيف حدث ذلك. هذا الأمر يعني أو هذه الأحاسيس لا تنتج خطوة واحدة للأمام، احنا نقيم أوضاعنا الأمنية بشكل دقيق وبشكل محترم، لو رأينا وفق تقديراتنا الشخصية وعندنا من الخبراء من يمتلكون ذلك ان احنا عندنا اي نوع من الثغرات او الفجوات الأمنية يمكن علاجها وتطويرها ان كانت تحتاج الى تطوير، عندنا نقاط اخرى كثيرة جدا تحظى باحترام عالمي زي مطار القاهرة الدولي والعديد الاخر من المطارات، ان احنا نسلط الضوء على مثل هذه المجهودات الامنيه الجباره. ونذكر الحقيقه يا سياده العقيد، وصلحني لو انا غلطانه، انه احنا ترتيبنا في حوادث الطيران يعني ورا خالص، احنا مش من الدول بالظبط كده بالظبط الاساسيه كده، في حوادث الطيران. يعني بلاش ننجذب ناحيه ما يراد لينا ان احنا نلقي الضوء على ان احنا عندنا فجوه، عندنا بنحمل انفسنا المسؤوليه، احنا ما المساله ما هياش كده، المساله اكبر من ذلك بكثير، مساله قد تكون مهدده للاقليم كله لو توصلنا على ان التنظيمات الارهابيه بدات تستهدف الطيران المدني ورحلات نقل الركاب، اذا نحن امام نقله نوعيه للتنظيمات الارهابيه غير مسبوقه، قد تكون مهدده للمنطقه وللمطارات العالم باكملها، فالامر اكثر جديه من مساله القاء التبعات والمسؤوليات على اكتاف حد وشكرا، لا المساله اكبر من كده، تحتاج الى هدوء اعصاب وثبات، وتحتاج الى ان احنا نخرج من الزاويه الضيقه التي يريد الاعلام العالمي للاسف الشديد ان يضعنا في هذا الكورنر الضيق ويلقي علينا باتهامات، نحن لسنا متهمين في شيء، ان كان هناك قصور ما فالقصور مفتوح على مستوى العالم ومبرر، هناك سيناريوهات جديده ممكن الاجهزه الامنيه ما تكونش وضعها في الاعتبار، يعني ننتظر حتى نصل مع لجنة التحقيق المحترمة والدولية والمعترف بها
حتى تصل بنا الى النتائج النهائيه، ولكل حديث في وقته وردود الافعال في وقتها تتم بثبات اعصاب وبهدوء. نحن قادرين على تصحيح هذه الاخطاء جميعا. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الكلام العاقل المتزن العقيد خالد عكاشة الخبير الامني.